منور يا بكره في كابتن. ماتش. لسه الكابتن وسام بيقول هو مش هنخلص منه، قلت له ده احنا ما زدقنا نشوفه، ده جاي من امريكا. مخصوص. منور الاستوديو التحليلي ما شاء الله عليك كابتن. وكابتن اسامه بقى يعني مش هتكلم، هو اللي يتكلم. لا كابتن اسامه منور قناه الاهلي والبيت الكبير يا حبيبي. الله يخليك يا عم، الله يكرمك. عايز اقول لك يا هون، الكابتن اسامه من اللعيبه المميزه جدا، انت يمكن حضرت جزء كبير من الكابتن طبعا سامة. طبعا يعني طبعا. من اللعيبه اللي مش ممكن تتنسي، وكمان يدي دروس كتيره جدا للعيبه في المثابره والاصرار والتحدي، يمكن من اول ما لعب لحد ما بطل. لو تفتكر احنا يمكن من سنه مثلا 92 بنقول اسامه هيبطل السنه دي، اسامه هيبطل السنه دي، بطل جيلنا واللي علينا كلنا، وفضل هو لحد سنه 99. ده حقيقي، ده حقيقي كابتن اسامه يعني. وكمان من اللعيبه، بص يعني نوعيه اللعيبه اللي اولا مجهود رائع في الملعب ما شاء الله، تمرينه قوي جدا، ومش من نوع اللعيبه بقى اللي يتكلم. كابتن جوهري ما لعبوش ماتش اول ماتش هولندا، يجي ماتش ايرلندا بينزل وبيأدي احسن اداء عنده من اللعيبه. بقول لك يا كابتن هاني، بقول لك ايه، بمناسبه ماتش ايرلندا ده، قول لي. انا هو فيه. ايوه انا عارف هو يقول ايه. انا عارف متراهن مع واحد. بقول لك ايه، احنا كنا مع بعض طبعا في كاس العالم. طبعا انت كنت جوه وانا بره، هو مين فيكم اللي رجع الكورنر الوحيد اللي جت لنا لشوبير من نص ملعب ارداني؟ هو في غيري؟ ما انا قلت هو بص انا غيرت قانون الكره، اتغير يعني الكابتن احمد شوبير غيرنا القصه دي كلها. انا حكيتها له واحكيها للناس. استنى استنى يا كابتن ايمن، لا انا هفكر في موضوع، ما كنتش بلعب، انا كنت بزيد في الكورنر. لا لا ما كنتش بلعب. لا هقول لك، ما تلبسنيش حق يعني. لا مش بلبسك. لا مش ناقص. لا لا مش بلبسك. هو كان الكابتن جوهري بيعمل كورنر اللي هو انا كنت على الطرف الشمال اللي تحت، واللي بيلعب الكورنر ما اعرفش كان مين، بيرجعها لي وبعد كده انا العبها في نص الملعب بالعرض عشان هم يطلعوا اوفسايد بعدين تتلعب تاني هنا. بالظبط. فهم كانوا حافظين ولاد الذين يعني قاريين قاريين. فلقينا ضغطوا على اللي بيلعب الكوره، وبعدين ضغطوا عليا فردت، ضغطوا عليك واحنا مرجعنا لل رجعنا شوبير. رجعنا شوبير. هو جاء في ثلاث لمسات من الكورنر. هو ايوه من الكورنر لورا نص الملعب. عشان كده ما كنتش عايز يخش. هيقعد بقى ايه لا وما تفتكرش كمان الكابتن ايمن واحنا نازلين ماتش هولندا برضه كابتن اسامه كان ليه لقطه حلوه قوي يعني. مين اللي قال لك كابتن اسامه؟ ايمن اشرف قاسم. اشرف كابتن اشرف قاسم. نازلين طبعا احنا كنا قاعدين في الاوضه سامعين طبعا اجسام ما شاء الله، كل واحد 2 متر كومان وخولاند باز. فاحنا نزلنا بعديهم بشويه، فهم نازلين طابور، وكابتن اسامه كان احتياطي في الماتش ده. فالكابتن اشرف قاسم طبعا هم اجسامهم ما شاء الله، فالكابتن كابتن اشرف قاسم قال بقول لك يا اسامه اقلع لهم التيشيرت ووريهم جسمك. ايوه صح. فطبعا ذكريات جميله والكابتن اسامه جميل. فيعني لا وعملنا الحمد لله كابتن اسامه بطوله عالميه يعني. طبعا طبعا يعني كنت كابتن كابتن اسامه يمكن كان مشهور بموضوع الاوفر ده، وبعد ما يعمله يقوم واقع. وفي يمكن في قصه شهيره بقى مباراه الزمالك اللي عملها لك، وحضرتك رحت جايب فيه يعني جايب جون في ماتش الزمالك. هم انت الناس كانت بتتفائل قوي بالوقعه دي بعد ما تعمل الاوفر يعني. هم بيعيدوا الجون ده كتير مع ان في جوان تانية في ماتشات. بتضحك عليا يا كابتن ايمن. لا بقولك عشان بيعيدوا الجون ده كتير. ايمن شكله موصي عليه من أيوة. من هو من ساعه ما كان في امريكا تملي في قنوات كتيره روح يذيعوا رغم ان شهيره رغم ان في في مباريات للزمالك عملت فيها كرات عرضيه او سروهات او كده كتير يعني. في جون لرمضان، جون تاني لفيليكس، ماتش 95 ده اللي كسبنا فيه 2-0. وفي ماتشات تانيه على فكره انا وايمن حتى مع ايمن. انت عملت لي جوال كتير جدا لعلمك. في بدايه المحله والمحله وكذا شبه الجون ده بالظبط. والله بس هم مركزين قوي عشان ماتش الاهلي والزمالك. كان تكفي على فكره. كان انت كنت بتحس بمكاني من غير ما تبص لي يعني ما شاء الله. ترفع الكورة وهي وبختها تروح جاياني. لا جايه وبختها. بص بص لا ده بيقولك هي وبختها يعني ما توصلش. وهو يقعد لانه كان بياخدها عند الخط. لا هو يا كابتن كابتن ايمن يوسف يعني هو كان بيلعب بيلعب كده وخلاص يعني. والخط يتحول لخصم. طب وبعدين هو ايمن اصله كان لا والله لا والله عمل لي جوال كتير قوي مميزه كمان. فلينا حاجات كتير مع بعض. ايوه في الاوضه بقى بينكم وبين بعض كده صح لغه كده متشفره يا كابتن ايمن. يعني لا لا بص اول ما اسامه كان بياخد الكوره ويجري ناحيه الشمال بعرف على طول والله ان الكوره هتجيب.
يعني هو بيبقى مميز احساسك جداً. هو ما بيلعبش بشماله قوي يعني، ولكن مباراته مميزه جدا لما بيلعب بالشمال يعني ما شاء الله. وبعدين بيبص لي، انا بهزر طبعا، هي دي واحده من الماتشات اللي كانت بتزعق دلوقتي، بس انا مش لا هو كمان شايفه طبعا ده ماتش ايه. هو ايمن كان مميز جدا، اولا كان من الفراوده اللي احساسه داخل منطقه الجزاء فظيع يعني، بياخد مواقف حلوه جدا جوه 18، ودي مش في اي فرويد، في فرويد ما يحسش بيك يعني، بيعرف امتى انت بتبقى بعيد قوي فالكره دي هتيجي على القائم الاولاني، او هتبقى مثلا قريبه تعملها على البعيده، او مشتركه فهتيجي، عنده احساس بالمكان كويس جدا. دي واحده من الماتشات الشهيره اللي بنشوفها هم عن بتشوف يا كابتن ايمن معانا؟ معاك طبعا. ده الجون اللي طبعا الكابتن اسامه عمله لك. أيوة. بس كمان سمعنا ان كمان يا كابتن ايمن كان بيرقص كتير قوي في نص الملعب. لا عايز اقول لك حاجه، احنا لما كنا بنتزنق في الملعب ما بنلاقيش حد نديله الكره، بندي كره لقدامه. اسامه من ضمن اللعيبه بتشوف، برغم ان هو جسمه صغير جدا وانت كنت بتقول يعني مقارنه مع لعيبه هولندا، انما لما تديله الكره صعب جدا الكره تتقطع منه. ما حدش يقطع منه الكره دي حقيقه أبداً. يعني ابدا يعني كان مميز فيها ده حقيقي. وبعدين كان عنده حاجه كويسه جدا كمان، في عز ما احنا بنكون مثلا في ازماتنا او المباراه متصعبه علينا، تلاقي اسامه دوت الوحيد اللي ماسك نفسه كويس قوي على المستوى العصب. يعني عنده اتزان كويس قوي. بالظبط مع ان هو بره الملعب قد يبدو عصبي شويه، ويمكن دلوقتي بقى عصبي زياده، ولكن كان في الملعب ما شاء الله يعني يديك الثقه ان انت تكسب في اي وقت حتى لو الامور اتصعبت عليك. هي الكوره دي مثلا، الجول دوت اللي جابه بمصب رجله انا اللي مديهول. والله انت مش المقاولين، بقول لك جابه بمصب رجله. جابه بمصب رجله، هي فعلا بمصب رجله. بص ورينا. طيب شايف اللي قبلها. طب المهم بتخش جون يا كابتن بقى بقصبه رجله بوش رجله، طالما بتجيب جون خلاص مفيش مشكله يعني. بس انت برضو ما جبتش الكره اللي هو وقع فيها لما عمل الكروس. لا مش هنجيبها. جبناها مش هنعيدها تاني. هو جاب جون حلو براسه اصله. طب كواليس. ايوه كابتن اتفضل. على المستوى الشخصي كمان، اسامه من افضل الشخصيات اللي انت تعاشرها في الوسط الكروي والله العظيم، يعني تحس ان هو اخ مش صديق. يعني الواحد بيتصرف لحد دلوقتي انه اسامه عرابي اخ لي مش صديق لي. وكمان على مستوى المعسكرات الكابتن، انت قلت كنتوا على طول مع بعض في غرفه واحده يعني طبعا انا ايمن فتره كنت انا قبليه، وبعد كده هو جه 84، ايمن هو 85. اللي جيت 84. يعني كنت بقعد مع حد قبليه، مع محمود صالح، مع فتره معاه، مع فتره مع علاء عبد صادق، فتره مع عادل عبد الرحمن، فتره مع كشري، فتره يعني غيرت كتير. بس ايمن في فتره قعدنا مع بعض طويله طبعا، الميديا طبعا لو قلنا حاجات هتبقى هو عارف يعني. كابتن ايمن عنده روح الفكاهه برضو يعني ما شاء الله عليه. ايمن مره انا ما كنتش بشوط كويس. كنا بنلعب الاهلي واعتقد المنيا. يعني رجلي ما كانتش تقيله في الكوره وانا بشوط من خارج ال 18. فاحنا متعادلين ومستعجلين عايزين نجيب جون، فانا رحت معدي من واحد كده ورحت شاط الكوره، الكوره راحت للجون يعني عارفه على استحياء كده يعني ممكن ينفخها تقف. فانا بقى متنرفز بقى وراجع عامل فيها ان انا شوط شوطه جامده قوي وزعلان يعني. لقيت ايمن بيجري عندي، فانا قلت هيقول لي مثلا شد حيلك اللي جاي احسن. بالظبط. قال لي يا اسامه خف رجلك، الجون ايده وجعته. هو ايمن على طول يعني عنده روح الدعابه دي، على طول في اي موقف يقلبه. اكتشفت ده يا كابتن ايمن في الاستاد. لا ده في التمرين اكتشفت ده في ملعب الاهلي استاد السلاموي. وحضرتك يعني بتتكلم لا شخصيه تانية خالص، وحضرتك في الاستوديو التحليلي حاجه، وتحت الهوا واحنا بنتكلم معاك حاجه تانية خالص يعني. صحيح. بجد واخدها جد شويه. انا واخدها جد شويه قوي على التلفزيون ومش عارفه ليه، بس ان شاء الله نطلع ده هنا بقى في البيت الكبير. ده احنا في حاجات إن شاء الله. ما ينفعش نقولها طبعا. على الهوا يعني في حاجات في المسابقات بتحصل معاه هو خبر ده حاجات كتيره حاجات كتير اكيد.